الرحلة الأكثر حزناً لرئيس جزائري إلى بلاد الحرمين الشريفين تخللتها الكثير من الأحداث الصادمة ما بين رفض ورجاء ومواقف محرجة عاشها هواري بومدين على عكس رغبته في المملكة العربية السعودية. فما هي القصة؟ جاء الرئيس الجزائري الراحل هواري بومدين إلى المملكة العربية السعودية وكله رجاء في أن يحصل على ما يريد، فالهدف من الزيارة هو طرح أمراً سياسياً، فلم يذهب حاجاً أو معتمراً إلى بلاد الحرمين الشريفين. فكانت الجزائر تعيش أصعب مراحلها على الإطلاق في هذا الوقت، فتذبذب أسعار النفط الذي يعد الممول الرئيسي لتنمية بلد المليون شهيد الوطني وضمان الحد المعقول من الرفاهية أرق بومدين الذي ظن الحل في المملكة. وتخيل بومدين أن قبوله آداء العمر سوف يكون إضعافاً لموقفه أمام السلطات السعودية، فنهر وفده قائلاً: من يريد الحج أو العمرة يقوم بها من ماله الخاص ولا يستجديها من أحد أو ينتظر أن يتكرم بها. مثل موقف بومدين الغامض رفضاً صريحاً وواضحاً لهدية الملك خالد آل سعود بأداء مناسك العمرة، وهو ما ظهر واضحاً جلياً في اليوم التالي لوصول الوفد الجزائري إلى السعودية أثناء الاجتماع المشهود. لم يكن بومدين في ذلك الوقت قادراً على استيعاب أي شيء أكثر من تحقيق هدفه الذي حط رحاله في السعودية من أجله، وما إن بدأ الاجتماع حتى وجه رسالة غامضة إلى وزير البترول السعودي عندما بدأها قائلاً: يا شيخ زكي، ألم يكن أحسن لنا أن نترك كارلوس يريحنا منك؟ في إشارة لما حدث في منتصف السبعينات عندما اختطف كارلوس وزراء النفط من اجتماعهم في فيينا وكان اليماني المقصود. لكن رد اليماني حير بومدين وأدرك أن الهدف من الزيارة بات في مهب الريح، فالباب الذي جاء لأجله إلى السعودية مغلق ومن المستحيل فتحه، وليس للسعودية وحدها الحق في ذلك. فإغراق السوق العالمية بالنفط سيؤدي إلى انخفاض أسعاره وبالتالي إلى نقص الدخل الجزائري بشكل محسوس، قد يؤدي إلى تعطل بعض المشاريع المخصصة للنمو الاقتصادي. وهنا لابد من الاجتماع بالقيادة السعودية باعتبار أن المملكة العربية السعودية بقيادة الملك خالد بن عبد العزيز آل سعود هي من كبرى الدول العربية المصدرة للنفط، حيث طالبه بومدين بتفادي زيادة الإنتاج بما يؤثر على الدول ذات الإنتاج المحدود. وغادر الوفد الجزائري المملكة بأسى بالغ وغير متوقع على النتائج التي آلت إليها الزيارة إلى السعودية، خاصة أنها لم تأتي بالهدف المرغوب منه للجزائر لكن بشكل خارج قدرة السعودية في الوقت ذاته. وحاول الوفد الجزائري انتهاز الفرصة وأن يؤدي العمرة خلال تواجده في مكة المكرمة، لكن موقف بومدين كان صادماً، حيث أمر الوفد بأن يؤدي كل منهم العمرة على نفقته الخاصة دون أن تتحمل الدولة ديناراً. فغادر الوفد بالكامل دون أن يؤدي مناسك العمرة بشكل أثار مزيداً من الجدل في أوساط المجتمع العربي وقتها. فبرأيكم، هل أصبحت الأمم العربية في هذا الوقت أكثر قوة في استغلال إمكانياتها ومواردها؟